الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم والمتخصص في شؤون وزارة التعليم. أستاذ رفعت صباح الفل وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير أستاذ راشد. صباح الخير أستاذ أحمد. أهلا بيك. إزيك يا أستاذ رفعت؟ الحمد لله كل سنة وأنت طيبين. وحضرتك بصحة وسلام. أستاذ رفعت يعني خليني أقول لحضرتك يعني الغش، وإحنا كل ما بنقرب على الامتحانات دايما بنتكلم عن الغش، وصراحة خليني أقول لحضرتك إن الطلبة عندهم حيل كتيرة جدا ان هو يتلاعب ويقدر يعمل حاجات كتيرة ويغش. طيب هل الوزارة، مش هقول انها تقدر انها تتصدى للظاهرة دي، لكن عندها التريكس او الحيل اللي بيعملها الطلاب؟ عارفة هما بيعملوا ايه؟ لا تماما، عندها يعني المام بالحيل يا استاذ رشا، بدليل ان هما سواء في امتحانات الثانوية العامة بالذات بنجد مظاهر الغش فيها واضحة تماما، وأيضا في الشهادة الإعدادية للأسف وهم لسه تلاميذ صغيرين، إنما برضو عندهم استعداد للجوء إلى الغش، إما لأن الطالب مش مذاكر كويس وعايز مجرد يحصل درجات بأي طريقة، أو إن هو عايز يجيب مجموع بأي شكل لأنه عايز يخش ثانوي عام وخايف ان الدرجات ما يقدرش يحصلها تؤهله الى دخول مرحله الثانوي العام. المظاهر الغش متعدده وكثيره ولن تنتهي سواء في مصر او على مستوى العالم كله، لكن الجهود اللي بتبذلها الوزاره وقيادات التربيه والتعليم لمواجهه الظاهره دي بتحد من ذلك بشكل كبير جدا. والدليل على ذلك يمكن الغش دلوقتي اصبح اللجوء الى الجانب الالكتروني اكثر من ان هو يعمل برشامه ورقه يغش منها وخلافه، باستخدام اما دلوقتي الغش الالكتروني عن طريق المحمول او سماعات البلوتوث اللي تبقى موجوده في ودانه، وخاصه البنات ولا حاجه، وممكن يتلقى الاجابه من الخارج بعد ارسالها صوتيا لبره. طيب استاذ رفعت، استاذ رفعت انت شايف الخطه بتاعت الوزاره دي قادره بقى ان هي تنهي على ظاهره الغش على الاقل السنه دي؟ الوزاره بتعمل جاهده لمواجهه الظاهره دي بشيء اساسي في هذا المجال، سواء برضه في الثانويه العامه او الشهاده الاعداديه، وهي ان ورقه الامتحان بيبقى عليها باركود، بيبقى عليها رقم سري لكل طالب مختلف عن الطالب الثاني. إذا تم تصوير الورقة دي، مش بقول بقى يغش من زميله اللي جابه، لا، تصوير الورقة دي واستخدام الوسائل الإلكترونية وإرسالها إلى الخارج، بيتم التقاط الرقم السري اللي موجود على الورقة دي من خلال الرسالة اللي أرسلت من داخل اللجنة إلى الخارج، وبالتالي بيبقى يتعرف فورا الطالب ده فين وفي أي لجنة ويتم ضبطه فورا، وأيضا هنا بيكون العقاب، أقل عقاب هو حرمان الطالب من المادة اللي هو بيمتحن فيها، لكن قد يمتد العقاب إلى حرمانه من السنة كاملة نظرا لحجم وطبيعة الغش اللي ارتكبه. يعني لو كان استفاد بشكل كبير جدا فيبدأ هنا من خلال مجلس تأديب ويحرم من امتحان. أستاذ رفعت، أستاذ رفعت، يعني لو تم كشفه أنه غش في أكتر من مادة هيتحرم السنة كلها، مظبوط؟ لا، ده هو ما يغش في المادة الواحدة. المادة الواحدة. الواحد يبدأ امتحان الأول، يحرم من المادة دي على حسب نسبة الاستفادة، إذا كان نسبة الاستفادة كبيرة ممكن يمتحن يحرم من السنة كاملة، وخاصة في مرحلة الثانوية العامة. إنما دي راجعة يا أستاذ الأشهر بالنسبة للشهادة الإعدادية، أنت عارف إن هي مش امتحان مركزي على مستوى الدولة زي امتحان الثانوية العامة، امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة. أيوة. وبالتالي يبقى الجهد الأكبر على مستوى كل إدارة تعليمية أو مديرية تربية والتعليم، لأن الامتحان اللي في القاهرة غير اللي موجود في الجيزة، غير اللي موجود في القليوبية، غير اللي موجود في اسكندرية، وبالتالي هنا الجهد يعني أكبر على مستوى الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم في منع الغش، وخاصة استخدام المحمول. لو احنا
تمكنا من منع الطالب، وطبعا بيتحايلوا بكل الطرق على ان هم ياخدوا المحمول معاهم، لكن التشديد حتى لو ضبط معاه المحمول وما غشتك بيه ممكن يحرم من الماده اللي بيتحن فيها، لان دي دخل وعنده استعداد للغش او شروع في الغش. يعني ممكن ما غشش لسه، انما مجرد دخوله بالمحمول اللجنه وضبط المحمول معاه ممكن يحرم من امتحان الماده. طيب اللي استاذ رفعت، لو ترد عليا في السؤال الجاي باه او لا، لان دايما على قرب الامتحانات بتبقى طالعه شائعات كتيره عن الموضوع ده، هل هيحصل تخفيف للمناهج او لا؟ لا، مش تخفيف للمناهج قد ما هو تطوير للمنهج. انا ممكن في بعض الموضوعات اللي عايزه تغيير لموضوعات احدث في مجال العلوم بالتحديد والرياضيات ويبدا يغيرها، انما مش تخفيف في حجم المنهج في المطلق. لا استاذ رفعت، يا رشا بتتكلم على ان خلاص احنا بقى لنا شهر واحد بس على اداء الامتحانات، فهل في هذه الفتره هيتم تخفيف المناهج؟ لا اطلاقا، الطالب اللي درس هيتم امتحانه فيه، انما انا بتكلم على ما بعد ذلك في العام القادم. أيوة. لن يحدث هناك تخفيض للمناهج ولكن تطوير للمناهج. تطوير. استاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريده اخبار اليوم والمتخصص في شؤون وزاره التعليم، انا بشكرك شكرا جزيلا. يا استاذ رفعت كل سنه وحضرتك طيب.